Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Circuit, fait واحد le générateur ou dérine واحد la résistance de protection. يعني مقاومة ديال الحماية، لأنه إلا ما درناش هاد المقاومة يقدر يتحرق هذا. وكاين هنا ريوستا. الريوستا شنو هو الريوستا؟ هو واحد المقاومة كنقدرو ناخدو من هداك الشي اللي بغينا، وبيان سيغ كنديبلاسيو هاد لو كيرسور. كاين واحد الكيرسور هنا كديبلاسيه، بغيتي تاخد منها غير شوية كديرو هنايا شوية، بغيتي تاخدها كلها كتجيب هاد لو كيرسور تا لهاد البلاصة هادي. المهم هي فيها 90 أوم. دابا إلا خدينا في الوسط كناخدو منها 45، ولا جينا لهنا كناخدوها كاملة، ولا جيتي لهنا راه ما كتاخد منها والو. إلا درتي هاد لو كيرسور درتيه هنايا راه ما كتاخد والو، حيت هي غتبقى لتحت، والتيار إلا درتي الكيرسور هنا غيدوز التيار من الكيرسور ويكمل الطريق ديالو. دونك هدا هو الريوس. السؤال شنو هو؟ ديسيني سيغ لو شيما أو بيان انديكي سيغ لو شيما لا بوزيسيون دو لا بورن كومان. لا بورن كومان هي النقيص ديال لومبيرميتر وديال الفولتميتر. لومبيرميتر والفولتميتر سو سون دي ملتيميتر متعددي القياسات. دونك باش غادي نعرفو لا بورن كومان، كنمشيو لا بورن نيجاتيف ديال الجينيراتور هي هادي. دونك ها هي لا بورن ديال الفولتميتر اللي مرتبطه مع لا بورن نيجاتيف ديال الجينيراتور، دونك هي اللي كتكون كومان. وبالنسبه لهذا سي تان لومبيرميتر، دونك فين هي لا بورن اللي لاصقه مع لا بورن نيجاتيف ديال الجينيراتور؟ ها هي لا بورن بوزيتيف ديال الجينيراتور هي هادي، وبالتالي هادي اللي غتكون لاصقه مع النيجاتيف. غادي نمشي معاها، ها هي، نمشيو من هنا ندوزو زيد تما غادي حتى توصل للنقيص. إذا بالنسبة للومبيرميتر ها هي لابور نيجاتيف اللي هي كوما، وبالنسبة للفولتميتر ها هي لابور نيجاتيف اللي هي كوما. وهذا هو السؤال، ولكن هنا مثلنا لي تونسيون. يقدر مثلا في السؤال يسولك يقول لك اعطيني لي تونسيون، يعني غادي ترسمهم. بالنسبة لهذا سيت ان جينيراتور، التونسيون ديالو كيمشي مع التيار، التيار راه كيخرج من زائد، دونك التونسيون خصو يمشي هاكا. وهذا غادي نسميه يو بي ان. علاش؟ لانه السهم كيمشي نحو بي، كنديرو ديما داك الحرف الاول اللي كيكون هنا هو اللي كيمشي عند السهم. وهذا الا بغينا نمثلوه التوتر ديالو، التيار جاي من الفوق غادي ينزل، دونك التوتر غيطلع الفوق، غدير واحد السهم طالع الفوق وغادي تسمي يو ا بي. وهذا هو التيار من جاي غادي يجي يدخل هنا، دونك غنديرو التوتر العكس ديال التيار لان سي تان ريسيبتور. دونك كان هذا هو السؤال الاول. غادي نمشيو لا كيسيون 2. Déterminer les valeurs limites de l'intensité du courant dans le circuit lorsque le rheostat est on. Yani, il est qu'un rheostat dans la position 1 ou il est qu'un dans la position juge. Aïe la position 1, aïe la position juge. Lorsqu'on te fait un mot ou un nom, mais lui qu'on dit le curseur, qu'on dit la position 1, raha dit bhal la makinaj. Ou mais lui qu'on dit la position juge, non, raha kanakhda kamla. وخصكم تفهموا واحد القضية، أنو شدة التيار كل ما كانت المقاومة كبيرة كل ما كانت شدة التيار صغيرة. وبالتالي ملي غنديرو في لابوزيسيون واحد، هاهي لابوزيسيون واحد، غنديرو هاد الكيرسور هنا، دونك هادي بحال ما خديناهاش، الدارة شحال غيكون عندي فيها ديال المقاومة؟ غتكون عندي غير هادي وديال المولد، يعني غير جوجات. ولكن ملي غندير هاد لو كيرسور في هاد البلاصة في لابوزيسيون جوج، غنولي شادتها هادي كلها، وغتكون هادي وغتكون ديال المولد، يعني غيكونو ثلاثة د المقاومات. وبالتالي غيكون عندي جوج ديال القيم ديال شدة التيار، وحدة غتكون قصوية وحدة غتكون مينيمال. فهم اين وحدة فيهم غتكون قصوية؟ واش لابوزيسيون واحد ولا لابوزيسيون جوج؟ بيان سيغ لابوزيسيون واحد. علاش؟ لأنو لابوزيسيون واحد غناخدو غير هاد الجوج هادي وديال لو جينيراتور، حيت ملي غنديرو الكيرسور هنا هادي مكيناش. ولا باش تفهمو مزيان، بحال شي ساقية فيها الما، هاديك الساقية إلا هزيتي واحد الحجرة درتيها وسط من الساقية كتحبس الما، ولكن إلا زدتي حجرة أخرى كتزيد تحبس الما. نفس الشيء بالنسبة لشدة التيار، كل ما كانت المقاومة
كل ما زدتي المقاومات كل ما كتنقص الشده التيار. دونك غادي نحسبوا دابا بالنسبه للبوزيسيون واحد قلنا ملي غنديروا الكيرسور هنا هادي راه محسوباش ما كايناش حيت غيدير هنا غيدوز منو التيار من الكيرسور صافي ما غيدوزش منها. دونك يوليو عندي غير جوج المقاومات وبالتالي شده التيار غتكون قصويه في هذه الحاله. دونك خصنا نحسبوا اي ماكس. اي ماكس تقدر تستعمل جوج طرق، تقدر دير لا لوا داديتيفيتي دي تونسيون، ولكن انا كنصحكم ديروا لا لوا دو بويي. بويي شنو كيقول؟ شده التيار كتساوي لا فورس الكتروموتريس ديال هذا حيت عندي مولد واحد ناقص لا فورس كونتر الكتروموتريس ديال لي ريسيبتور. اصلا هادو هذا وهذا سو سون دي ريزيستانس كونديكتور اوميك ما عندهمش فورس كونتر الكتروموتريس. دونك ما كنديرو والو بحال غدير ناقص صفر وكتقسم على مجموع المقاومات. وما تنساش بلي حنا في لابوزيسيون واحد يعني هاد الكيرسور غيدير هنا يعني هادي بحال ما كايناش لان ما غيدوش من هاد التيار غيدوز من هنا ويكمل. دونك غتولي المقاومات اللي كاينين عندي هنا هي ديال المولد وهاد اغ بي. دونك هي اغ زايد اغ بي جو في لو كالكول نيميريك. دونك 6 هادي فيها 6 لا ريزيستونس انترن دي جينيراتور فيها 10 هي وهادي اغ بي فيها 220. دونك جو في لو كالكول جو تروف 0.026 امبير. بالنسبه لا بوزيسيون 2 ملي غنديرو هادي في لا بوزيسيون 2 هنا دونك غادي نوليو شادين هادي كلها وبالتالي غتكون عندنا شده التيار ناقصه غادي نسميوها اي مينيمال. وبالتالي الى بغينا اي مينيمال غنديرو نفس الشيء هنا غتكون او ولكن هنا غيكونوا ثلاثه ديال المقاومات لانه ولات هادي كاينه وهادي ولينا دابا شدينا هادي كلها حيت درنا الكيرسور هنا صافي. وغادي نحسب عندي 6 وهادي فيها 10 وهادي فيها 90 راه طوالي في المعطيات وهادي فيها 220. دونك جو كالكول جو تروف 0.018 امبير. لا كيسيون 3 on suppose désormais que l'intensité du courant I égale à 20 mA. غنفترضو حنا راه دايزه شدة التيار شحال القيمة ديالها 20 mA. صافي دابا غنحسبو اشنو بغاو. Donner l'expression des tensions aux bornes des différents dipôles UPN, URH, UBC, puis les calculer. Et nous allons dire que nous avons l'UPN, ou l'URH, ou l'UBC, ou l'UPN. بالنسبه لل UPN يعني كنظن هادي معروفه مباشره من الدرس هادي سي تان جينيراتور. دونك كنديرو UPN كتساوي او موان ار فوا اي هادي لا فورس الكتروموتريس وهادي لا ريزيستانس انترن وهذا سي لو كورون كي ترافيرس لو سيركوي. دونك غادي نحسبو هادي فيها 6 وهاد لا ريزيستانس انترن فيها 10 وبالنسبه للانتونسيتي فيها 20 ملي امبير. 20 ملي امبير عندك جوج الحوايج يا اما غادي تقسميها على 1000 في الوثائق ديالك غادي تقسميها على 1000 غتعطيك شحال غتعطيك 0.02 وحطها هنا يعني غدير اغ فوا 0.02 غدير 10 فوا 0.02 بحال قسمناها على 1000 بحال ضربنا في 10 ناقص 3. المهم هو نحولها للامبير. دونك انا درت 10 ناقص 3 هي 20 في 10 ناقص 3 وغنحسب 0.8 فولت. بالنسبة للتونسيو الاخر UBC هذا خليتو حتى الاخر غنقول لكم علاش. UBC غادي نحسبوه بكل بساطة هذا سي تان كونديكتور اوميك. الا بغينا التوتر ديالو بين مربيتيه كنديرو لا ريزيستانس ديالو فوا شدة التيار لي ديزا فيه. دونك RP فوا اي RP فيها 220 وشدة التيار هي 20 ملي امبير هي 20 فوا 10 ناقص 3. دونك غادي تحسب غادي تلقى 4.4 فولت. هادي خليتها حتى الاخر علاش واش يمكن نديرو بحال هادي زعما نديرو URH كتساوي RH فوا اي زعما نديرو هاد المقاومه فوا شده التيار. من طبيعه الحال ما يمكنش علاش تو سامبلومون حيت هادي مديول الكيرسور في واحد البلاصه ما قالوش لينا فين مديول مفهوم. دابا هذا غير الرسم مديول هنا ما غتعرفش شحال المقاومه من هنا لهنا. دونك ما غاديش نقدروا نطبقوا لا لوا دوم وبالتالي غنجيوها بطريقه عكسيه غنستعملوا لا لوا داديتيفيتي دي تونسيون. شنو هي لا لوا داديتيفيتي دي تونسيون؟ بمعنى ان التوتر ديال المولد كيساوي مجموع التوترات ديال هادو كاملين. هذا راه عنده توتر صفر لان سي تان امبير متر
دونك غيصير التوتر ديال هذا والتوتر ديال هذا، الا جمعتهم غيعطيوني ديال المولد، وانا بغيت ديال هذا، اذا غندير ديال المولد ناقص ديال هذا نيشان صافي، هو اي بي ان ناقص يو بي سي، هذا فيه 5.8 وهذا فيه 4.4، دونك غادي تحسب غادي تلقى 1.4 فولت. لا كيسيون 3 2 ديتيرميني لا بويسونس الكتريك روسي بار لو ديبول بي سي. ها هو الديبول بي سي هو هذا، الى بغينا لا بويسونس غنديرو لا بويسونس كتساوي التوتر فوا شدة التيار مزيان. ولا تقدر دير طريقة اخرى، تقدر دير لا ريزيستونس ار بي ولكن في شدة التيار و سيتنا اللي بغيتي. انا درت هادي ماشي مشكل. بالنسبة لي بي سي لقينا فيها 4.4، شدة التيار هي هادي 20 ملي امبير، اللي هي 20 × 10⁻³، دونك جو كالكيل جو تخوف 0.0428 وات بالنسبة للشد، بالنسبة للوحدة ديالها هي الوات. لا كيسيون 3 3، اون ديدويغ لينيرجي الكتريك روسي بار لو ديبول بي سي بالنسبة لواحد المدة ديال 5 دقائق، دونك ساهلة. إلا حسبتي لا بويسونس وبغيتي لينيرجي كضرب نيشان في دلتا تي، لينيرجي كتساوي لا بويسونس فوا دلتا تي. لا بويسونس ها هي دلتا تي، هي المدة 5 مينوت، ولكن 5 مينوت خصها نحولها للسكوند، نضربوها في 60، دونك 5 × 60، دونك جو في لو كالكول اي جو تخوف 26.4 جول. غتبقاو تعاودو هاد الحساب الشباب لأنو كنحسب غير بالتليفون. غادي نمرو للا كيسيون 3 4، اكسبريمي بوي كالكولي لا بويسونس الكتريك سي دي باغ لو جينيراتور او سيركوي. زعما قالك شحال كيعطي لا بويسونس سي دي او جينيراتور باغ لو سيركوي بيان بور لو سيركوي، هي اللي كيعطيها الجينيراتور، شحال كيعطي لا بويسونس اللي كيعطي هي اي بين فوا اي. وغادي تعوض بالنسبة لي بين هي 5.8 راه حسبناها، بالنسبة لشدة التيار هي هادي نيشان، وغادي تحسب غادي تلقى 0.016 واط. لا كيسيون 3 5، اكسبريمي بوي كالكيلي لا بويسونس الكتريك توتال ميز اون جو باغ لو جينيراتور. زعما لا بيسونس توتال ديال الجينيراتور علاقتها هي كنديرو او فوا اي، وغادي تحسب بالنسبة لو فيها 6، وشدة التيار نفس شدة التيار باش خدامين هي 20 × 10⁻³، دونك جو تخوف 0.12 واط. لا كيسيون 3 6، كالكولي او بيان اكسبليكي اي جوستيفي لا ديفيرونس اونتر لي بويسونس كالكولي او كيسيون 3 2 و 3 4. واخا نمشيو ل 3 2، فين هي 3 2؟ ها هي 3 2، 3 2 هي هادي، هي لا كيسيون 3 2 فيها لا بويسونس اوسي باغ لو ديبول بي سي، هادي فيها 0.088 مزيان. نمشيو ل 3 4 فيها لا بويسونس الكتريك سي دي باغ لو جينيراتور او سيركوي، شحال لقينا فيها؟ اشنو فيها؟ فيها 0.016، دونك هادي كبر من هاديك اللي لقينا في السؤال اللي قبل. قاليك زعما اشنو منين جات هاد لا ديفيرونس؟ لا ديفيرونس هو انه واحد الجزء ديال الطاقة حيت المولد شحال عطا، ولكن هذا شحال وصلو؟ وصلو ديك 0.088، بمعنى اخر فين مشى داك الشيء الاخر؟ غادي يمشي في هادي صافي. قاليك لا ديفيرونس، غادي نحسبو داك لا ديفيرونس، يعني غدير هاديك اللي في السؤال 3 4 ناقص اللي في السؤال الاخر اللي في السؤال 3 2، هاهوما غادي تحسب غادي تلقى 0.028 واط. بمعنى انو هاد 0.028 فين مشات؟ مشات في هادي، في هاد الشوية هذا اللي مشدود هنا، هاد لا ريزيستونس ار اش، هاد الشوية اللي شدينا منها هو اللي مشات فيه هاد لا بويسونس مزيان، يعني بحال ديسيبي بار ايفي دو جول في هاد الجزء اللي مشدود في لو كيرسور. لا كيسيون 3 7، ديتيرميني لا بويسونس الكتريك روسي بار لو ريوس. صافي راه هي اصلا هاديك اللي حسبنا ديك لا ديفيرونس راه هي روسي بار لو ريوس، غادي نشدها لو ريوس. وقال لك حسب لي لا ريزيستونس شحال شدينا من هنا، هاد لا ريزيستونس اللي شدينا شحال القيمة ديالها. صافي مادام اننا حسبنا لا بويسونس، عرفنا لا بويسونس اللي كيشدها داك الريوس، راه لا بغينا نحسبو لا ريزيستونس داك الجزء داك شويه اللي شدينا منه نسميوه اخ بي بريم، حيت ما شديناش كامله،
شوفوا ما شديناش كامله، شدينا منها غير واحد شويه، سموها اخ بي بريم، وهاد لا بيسونس راه غتساوي اخ بي بريم فوا اي اوس اثنان. هادي على قول اللي حنا بغينا، هادي الا بغيتي هادي غتقسم، غتاخد هادي اي اوس اثنان غتجيبها تحت من هادي، دونك غتولي اخ بي بريم غتساوي بي سيغ اي على بيسونس دو، وغادي تحسب بالنسبة لهادي فيها 0.028 هي هادي، وشدة التيار هي 20، ماشي، ولكن فشانس ناقص 3 وغديرها لكل سي 2، دونك غادي تلقى 70 اوم، بما ان داك الكيرسور شاد لنا 70 اوم. ليكزارسيس 2، ديتيرميني لا فالور دو لا فورس كونتر الكتروموتريس او بريم دو لا اي لا ريزيستانس انتيرن دي كاتاليزور. هادي واحد المميزة ديال الكاتاليزور، كاتاليزور سيتان ريسيبتور، وصلا غير من المبين غتبان ليك لانه ديال الموليد كتتم هابطة، هادي راه طالعة. المهم السؤال هو كيفاش نحدو بريم وكيفاش نحدو اغ بريم. سهلة القضية، بالنسبة لو بريم حنا عارفين بلي الريسيبتور هو التعبير ديال التوتر، الا بغينا باش حيت دابا عندنا اي هنايا، عندنا اي وحنا بغينا او باش نلقاو العلاقة بيناتهم، هاد اي هذا كنعطيو صفر، إلا درتي هنا اي كيساوي صفر غدير صفر فوا اغ بريم هي صفر، غتبقى ليك او كتساوي او او بريم صافي، يعني كتمشي للبلاصة اللي كيساوي فيها التيار صفر، ها هي البلاصة فين كيساوي التيار صفر، غتم طالع 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 حتى كتلقى هاد التقاطع، دونك هادي هي لا فورس كونتر الكتروموتريس مباشرة، كتمشي ولا بطريقة أخرى بلا ما تصدع راسك، كتشوف هاد المستقيم هذا البلاصة فين كيتقاطع مع محور الأراتيب راه هي او، هي لا فورس كونتر الكتروموتريس بالنسبة للريسيبتور، يعني هي جوج فولت. بالنسبة للريزيستانس إلا بغينا نحسبوها كنديرو المعامل الموجه، لأنو هادي دالة تألفية، هادي مدايزاش من الأصل المعلم، داكشي علاش كنديرو واحد لو كوفيسيون زائد إغ بريم فوا إي، بحال أ إكس، أ إكس زائد بي، هادي هي بي وهادي هي أ وهادي هي إكس، هي محور الأفاصيل فيه إي، واضح؟ دونك هاد إغ هادي راه هي المعامل الموجه، أنا غير كنشرح لكم باش تفهموا الأمور، أما نورمالمون إلا لقيتي بحال هذا وقال لك حسب لي إغ، كدير فرق الأنسبين على فرق الأفصولين، كتاخد جوج د الأراتيب اللي عجبوك، غير هو في التاتونسيون عندك تاخد شي أرجو قل من جوج، علاش؟ لأن هاد المستقيم كيتقاطع مع محور الأراتيب جوج، يعني خصك تاخد شي حاجة الفوق، يعني من هنا للفوق، ميمكنش ليك تاخد واحد ولا تاخد صفر. مزيان، هادشي اللي خصك تبدل ليه البال، دونك تاخد جوج من هنا، ناخد ربعة وثلاثة، تقدر تاخد ربعة مع جوج، تقدر تاخد ثلاثة مع جوج، أنا خديت ربعة مع ثلاثة، إذا غندير ربعة ناقص ثلاثة، هاهي، وكنقلب على الفصول ديال ربعة، كان تما غادي كندير ليسقاط تما غادي غادي غادي، حتى كنلقى الفصول ديال ربعة، شحال؟ 0.8، هاهي، ولكن ملي كنلقى الفصول كنشوف هنا شنو عندي الوحدة. راه بعض المرات كيعطيو هنا ميلي أمبير، إلا عطاوك ميلي أمبير هاد القيمة هادي خصك تقسمها على ألف عاود كتحطها هنا، وكنقلب على الفصول ديال ثلاثة، ثلاثة هاهي الفصول ديالها هو 0.4، صافي كنحطو هنا وكنحسب، دونك خرجت لي 2.5 أوم، هذا هو ليكزارسيس الثاني ديال الفيزيك. غنمشيو لاشيمي، غادي نمشيو دابا لاشيمي، التمرين الأول أون بريبار أن فوليم في زيرو ديال 100 ملل ديال سوليسيون أكوز أون ديسولفون ليتانوات دو صوديوم دو كونسونطراسيون دون لو. المهم السؤال الأول ساهل، ليكواسيون دو ديسوليسيون ساهلة القضية مفيهاش مشكل، كنهزو هادي كنفكوها، يعني هنا بوجود الماء كتعطينا هاد الجزء هذا سي اش تروا سي او ناقص زايدين ا زايد، هادي واضحة ديال الديسوليسيون. السؤال التاني ديتيرميني لي كونسونطراسيون افيكتيف دي زيون كي سو تخوف دون لا سوليسيون، بالنسبة لهاد ليون عندو الكوفيسيون واحد، وبالتالي التركيز ديالو كيساوي ديال السوليدتي، وحتى هذا عندو التركيز عندو هنايا لو كوفيسيون واحد، وبالتالي التركيز ديالو غيساوي ديال السوليدتي. المهم هادي كتبان ليه هي بس الطريقة، ولكن لا قال ليك الأستاذ اون يوتيليزون طابلو دافونسمون خصك ضروري ترسمو. المهم غادي نمشيو دابا للجواب،
نحط الجواب. التركيز ديال هذا كيساوي ديال هذا حيت عندهم نفس الكويفيسيون. هادشي غير بالنسبة للديسوليسيون، راه ماشي جميع المعادلات كتشوف شنو عندك هنا لا، هادو ديال الديسوليسيون. المهم هذا كيساوي هذا، لا كونسونطراسيون افكتيف كنديروها في هاد اللامات هادو، وكيساوي ديال السوليتي. ديال السوليتي راه عطاونا في ليكزارسيس، صافي هي 8.3 في 10 ناقص 3 مول باغ ليتر. غير هو بالنسبة لهاد الديسوليسيون وهاد لا كونديكتيفيتي بالضبط، ملي كتبغيو تخدمو لا كونديكتيفيتي فيت اتونسيون بور لي زونيتي. بوركوا؟ لأنو كنحسبو لا كونديكتونس وكنحسبو لا كونديكتيفيتي، وخصنا ضروري نتعاملو بالمتر، شي حاجة فيها المتر ما فيهاش الليتر. مزيان. دونك الفكرة اللي بغيت نوصل لكم هو أن التركيز ديما فهاد لا كونديكتونس ولا كونديكتيفيتي حاولوا ديروه بالمول باغ متر كوب. ملي يقول لك الاستاذ حسب التركيز، حسبوها هو مزيان خرج لنا بالمول باغ لتر، خصنا نحولوه للمول باغ متر كوب، واخا ما قالهاش لنا، لانه تقدر ما تحولوش وتنسى. راه كنخدموا ملي كنبغيو نديروا الحساب كنخدموا بهادي. المهم هو انه شنو كدير، كتاخد هاد الشيء اللي خرج لك بالمول باغ لتر كتضربو في 1000 نيشان، ايوا عقلوا عليها، يعني كنضربو في 10^3 باش نحولوها للمول باغ متر كوب. صافي كتخرج لي 8.3 مول باغ متر كوب. لا كيسيون 3، دوني ليكسبريسيون دو لا كونديكتيفيتي دي سوليسيون فونكسيون دي كونسونطراسيون افكتيف دي زيون بريزونت دون لا سوليسيون. هاد لي قلنا، دونك خصنا ناخدو لا سوليسيون هي هادي. لي زيون لي عندنا كاينين جوج، دونك لا كونديكتيفيتي كتساوي لامدا ديال هذا فوا لا كونسونطراسيون افكتيف ديالو زائد لامدا ديال هذا فوا لا كونسونطراسيون افكتيف ديالو. بالنسبة لهذا، هاد ليون هذا وهذا عندهم نفس التركيز، هادشي لقيناه سابقا. وبالتالي شنو غدير؟ غتحيد هاد التركيز هذا حيت هو طويل شوية، حيدو ودير بلاصتو ان ا زائد. علاش؟ لانو كيتساواو. ولا شنو غدير؟ حيد هذا ودير بلاصتو هذا، حيد هذا وتهنا حيت هذا طويل شويه. المهم تحيد هذا، تحيدو طيرو ودير بلاصتو هذا. اذا غيولي عندك التركيز ديالي مع بليس كاين هنا وكاين هنا، غادي تعمل به. صافي انا عملت به، بقات لي هنا لامدا ها هي، وبقات لي هنا لامدا كذلك ها هي. صافي كنجي دابا ندير الحساب ديالي بشويه. غير هو هاد التركيز خصو يكون بالمول باغ متر كوب. إلا رجعتو للسؤال اللي قبل، السؤال جوج، لقينا فيه 8.3 مول باغ متر كوب، دونك ها هي، وهاد لامدا ها هي، فيها 5.5، ولكن رد البال راه ميلي سيمانس، ميلي سيمانس ما خصنيش نديرها بالميلي سيمانس، خصني نديرها بالسيمانس، يعني خصني نضرب هاد ميلي، خصني نضربها في 10^3، زائد هاد لامدا ديال إن أ بليس ها هي. ولكن تاهي فيها ميلي سيمانس، خصني نضربها في 10^3 باش تمشي هاد الميلي. دونك جو تخوف فينالمون هاد لا فالور اون سيمانس باغ متر. لا كيسيون 4، اون اجوت على سوليسيون بريسيدون اون كونتيتي دو ديستيلي، يعني هاديك المحلول السابق غنزيدو فيه شوية الما، ومن بعد كنحسبو لا كونديكتونس من جديد، يعني كنحسبو لا كونديكتونس. كنستعملو واحد الخلية، الطول ديالها هو هذا والمساحة هي هادي. المهم وكنستعملو واحد جينيراتور دو كورون الترناتيف، سطرو على هذا الترناتيف او ميزور، وكنعبرو التوتر اي، وكنعبرو شدة التيار، وكنديروهم هنايا، كنعطيوهم لكم في المعطيات. كنجيو للسؤال الاول، بوتون نيتيليزي ان جينيراتور دو كورون كونتينيو بور ميزوري لا كونديكتونس. قال لك اسيدي واش يمكن ليا نستعمل جينيراتور ولكن يكون دو كورون كونتينيو، يعني يكون عندو تيار مستمر؟ الجواب ديالكم المشاهدين شنو هو؟ بطبيعة الحال الجواب غادي نقول لا. علاش؟ لانه الا استعملنا مولد ديال التوتر المستمر غادي توقع لنا واحد الظاهره، هاد الظاهرة سميتها ليليكتروليز. هاد السنة التانية بكالوريا إن شاء الله غادي تخدمو الدرس فيه ليليكتروليز. شناهي ليليكتروليز؟ هي واحد لينيرجي إلكتريك كتحول لينيرجي شيميك،
دونك حتى الباك ان شاء الله ونديرو التفاصيل. جواب غتقولوا لا، علاش؟ بور ايفيتي لو فينومين ديليكتروليز. لا كيسيون 4 2، كالكولي لا فالور دو لا كونديكتانس جي بوي ديدوير لا فالور دو لا كونديتيفيتي دو لان فيل سو لي سيون. جي ساهله، كندير واحد على ار. وبالنسبه ل بالنسبه ل ار، ار راه هي يو على اي. هادي ار، هادي هي يو على اي. ولا درتي بلاصه هاد ار ودير يو على اي، غتولي يو على اي هنايا وغطلع اي، دونك غتولي جي هي اي على يو. كتحسب بالنسبه ل اي، راه عطاونا في المعطيات 2.47، ولكن ملي امبير خصنا نضربو في 10^3، والتوتر عطاونا 1 فولت. صافي كتحسب، دونك خرجت لي هادي سيمنز. لا كيسيون دو، ولا يعني زعما ماشي لا كيسيون دو، زعما الجزء الثاني ديال هاد السؤال. قال لك لا كونديكتيفيتي، حنا عارفين بلي جي كتساوي سيغما فوا اس على ال. دابا واحد لا كونديكتيفيتي جديدة غنسميوها سيغما بريم، مزيان، فوا اس على ال. حنا بغينا سيغما بريم. الا بغيتي سيغما بريم غتجيب هاد ال، تجيبها هنا، و اس غتجيبها لتحت، وبالتالي غتولي هي هادي، غتولي سيغما بريم كتساوي جي فوا ال على اس. صافي، وغادي تحسب سيغما هي هادي، و ال شحال عطاونا؟ عطاونا ها هي، باش تمشيو معايا مزيان، واخا غنتعطلو شوية، ها هي ال فيها 1 سنتيمتر. دونك الا بغيتي تحول سنتيمتر للمتر خصك تضربو في 10^2. ها هي واحد في 10^2 هي 10^2، وهاد اس عطاونا 3.21 سنتيمتر مربع ماشي مكعب. ولا بغينا نحولو السنتيمتر مربع للمتر مربع كنضربو في 10^4. صافي، وكنحسب كنلقى هاد لافالور. دابا ليكزارسيس الاخير في الشيمي، وهو الاخير في الامتحان. On introduit un oxyde de cuivre, à l'état solide dans un volume V égale à 200 ml d'une solution de nitrate d'argent. Le mouim, à l'oxyde de cuivre, mais maintenant, moujoud biofra. Ça fait le chabab. Mais maintenant, le cuivre, c'est le moutafaïlet, mais c'est le hajakra. Voilà, dit que le hajakra, il est le réactif limitant. بما انه الكويفر راه كاين بوفرة، يعني راه ما يتقاضاش. هذا هو لاستيس، زعما هذه هي الفكره اللي تاخذو من الاول. المهم، اون فان دو لا رياكسيون لا سوليسيون برون اون كولور بلواتر، يعني في الاخر ديال التفاعل هذيك السوليسيون ديال نيتخات دارجون كتبان انها ولات زرقاء. معلومه الثانيه اللي نزيدكم، شكون اللي كيعطي اللون الزرق؟ هو النحاس، بمعنى ان هذه الصفيحه ديال النحاس عبارة عن درات، ودوك الدرات راه باش يعطيو لون زرق خصهم يتحولو للأيونات. دونك هما المتفاعل، هما النواتج بداو كيبانو، يعني بما أنو كان عندنا بلواتر، دونك راه كاين واحد الناتج اللي هو سي أو دو بليس، الأيون ديال الكويفر. وعندنا كذلك إل سو فورم أن ديبو دارجون، بمعنى ديبو دارجون بمعنى أرجي سوليد. منين غيجي هذا ديبو دارجون؟ غيجي من أرجي بليس. دونك حنا خدينا فكرة على التمرين. Interprétez ce résultat en écrivant les équations de transformation correspondantes. Nisba la couleur bleuâtre signifie la formation du CO2+. يعني كي تكون هذا، كي تكون بمعنى كي يكون في النواتج، يعني خصني نديرو في النواتج وندير السهم وندير هنا CO. إذا شنو طرا؟ كيفاش هاد CO تحولت ل CO2+؟ يعني فقدات جوج ديال لي زيليكترون. خصني ندير هنا ناقص جوج ديال لي زيليكترون، ولكن ما كنديروش ناقص. دونك داكشي علاش هاد ناقص جوج ديال لي زيليكترون غنديها هنا تولي زائد جوج ديال لي زيليكترون. بالنسبه للثانيه قال لك لا فورماسيون دان ديبو دارجون، يعني ار جي، ماشي ار جي بليس، يعني ار جي خصها تكون عندي في اليمين في النواتج. هاهي، ومنين غتجي هاد ار جي؟ غتجي من ار جي بليس زائد واحد الكترون. ولكن غير كفكرة خصهم تاخدوها بالنسبة لهاد النحاس، فاش خلطناهم يعني فاش درنا النحاس وسط من هذا، هاد النحاس مشاو ليه جوج ديال الإلكترونات باش يعطينا الأيون.
هادوك الجوج، هاد الجوج خصهم ضروري تشدو من طرف هاد العيون هذا باش يعطينا الفضة، ضروري خصو يشد جوج. وكتشوفوا هنا كاين عندنا واحد، وبالتالي ضروري خصنا نديرو هنا جوج وهنا جوج، ولكن ماشي في نصف المعادلة، حتى المعادلة النهائية هادي ما كنديروش فيها الموازنة، لا كنديرو الموازنة ديالها بوحدها، يعني ما كندخلوش مع هادي، حتى نبغيو نديرو ليكواسيون توتال عاد كنديرو ديك الجوج. بريسيزي لو تيب دو شاك ترانسفورماسيون، زعما قال لك حدد ليا النوع ديال كل ترانسفورماسيون، زعما واش سي اون ترانسفورماسيون دوكسيداسيون او بيان سي اون ترانسفورماسيون دو ريديكسيون. هادي اشنو غادي تكون في نظركم؟ غير شويه عليك بالنسبه لسي اي شنو طرا ليه، فقد جوج ديال لي زيليكترون باش يعطينا سي اي دو بليس. و الى شفتو الدرس اللي شرحت لكم قلت لكم الفقدان كيعني الكساد، الكساد زعما الضياع، والكساد هو لوكسيداسيون، كلمة تقريبية صافي. دونك هادي سيتي نوكسيداسيون، علاش؟ لأن النحاس فقد جوج ديال لي زيليكترون باش يعطي سي او دو بليس. إلا كانت هادي أوكسيداسيون، الأخرى غتكون ريديكسيون، بسيط الأمر. وبالنسبة ليكواسيون بيلون شنو قلت لكم؟ هذا كيفقد جوج ديال لي زيليكترون، خص هادا يشدهم، يعني خصني ضروري نضرب هنا في جوج، هاهي خصني ضروري نضرب هنا في جوج، هنا في جوج، هنا في جوج، صافي كنجمع، كتجمع هادوك كاملين كتحطهم هنا، وكتجمع هادوك كاملين كتحطهم هنا، في الآخر كتلقى عندك هنا في اليمن عندك جوج ديال لي زيليكترون، وفي اليسار غيكونو عندك جوج بيان سيغ، غتختزل، وهادي هي ليكواسيون فينال. هاد التمرين غادي نقول بلي راه ساهل، ولكن تا لهنا بالضبط، هنا فين كاين دابا شي معلومات جديدة ربما مغاديش تكون عارفها، وداكشي علاش خصك تركز معايا. إلا كنتي مركز 51% دابا ركز 100%. السؤال 4 هو كالكولي لا ماس دارجون ديبوزي انسي كو لا كونتيتي دو ماتيغ ديزيون سي دو بليس اوبتوني. فهمتو شي حاجة؟ واخا خليك اسيدي، بما انو هاد لارجون كي تكون ليا هو كاين في النواتج، قالك حسب لي شحال الكتلة ديال لارجون اللي غتكون، وقال لك عاود تاني حسب لي شحال كمية المادة، يعني هنا هدا غنحسبو ليه الكتلة، وهدا كمية المادة ديال سي دو بليس اوبتوني. شوية عليك الشباب، كالما وفكر مزيان. دونك شنو غادي دير؟ ضروري هاد السؤال راه مكانش هدا مرسوم، هدا مكانش مرسوم، ضروري خصك دير طابلو دافونسمون، ضروري 100%، متقوليش راه كاينة شي تخريجة، لا ضروري خصك دير طابلو دافونسمون. ها هو طابلو دافونسمون، كنديرو المعادلة هنا كنحطوها، وهنا كنديرو هادشي عارفينو 0xx max. هنا الشباب بغينا نخدمو بهذا وهذا، ولكن لابد نخدمو تا بهذا وهذا، ما عندناش فيه غرض. علاش؟ لأنو قالك في الأول إلا عقلتو قالك اونيكسي زعما راه كاين، هو ما غيتقاضاش، وبما انه ما غيتقاضاش ما غينفعني بوالو، ما غادي ينفعني بوالو، ما غنجبد منو اكس ماكس، ما غنجبد منو حتى حاجه، خليوها. المهم الا بغيتي تعمر هنا عمرو شغلك هذاك، ولكن شنو غدير هنا؟ غادي دير ان زيرو ديال سي او حيت ما كتعرفهاش، وهنا غدير ان زيرو ديال سي او ناقص اكس، وهنا ان زيرو ديال سي او ناقص اكس ماكس. بغيتي ديرها دير الله يسخر، ما بغيتيش دير هادشي اللي غندير، هذا غنخدم به، علاش؟ لأنو سي تان رياكتيف ليميتون، هذا راه اون اكس، دونك هذا غيكون ليميتون، دونك خصني نخدم به باش نجبد منو اكس ماكس. علاش غنجبد اكس ماكس؟ حيت قالك هنا لا كونتيتي دو ماتيير دو سي دو بليس اوبتوني، وهاد الجدول، هاد الجدول الوصفي، هاد الطابلو دافونسمون راه كتكون فيه كونتيتي دو ماتيير، وبالتالي خصك تمشي لها هو سي دو بليس، خصك تمشي للخانة النهائية، داكشي اللي غيكون عندو هنا راه هو هداك الجواب، صافي؟ حيت قاليك لا كونتيتي دو ماتيير غتمشي عندو لهنايا الخانة النهائية اوبتوني في اللخر، إذا خصنا نجبدو شنو غيكون هنا، واخا. إذا هادي كمية المادة ديال أر جي بليس راه فيها سي فوا في، حيت نطرات الفضة عطاونا المحلول الحجم ديالو 200 والتركيز ديالو سي، دونك كمية المادة ديال هاد أر جي راه هي سي فوا في، وهنا غنديرو سي فوا في ناقص هاد جوج فوا إكس، هاهي. وهادشي اللي كاين هنا كنعاودوه
بلس اكس كنديرو اكس ماكس. هذا عاود تاني ما عنديش غلط في هذه البلاصه وهذه هذه شغيكون هنا هنا زيرو هنا جوج اكس وهنا جوج اكس ماكس كتهمني هذه. وحتى هذا نفس الشيء بغيت يتعمر هنا عمره الله يسخر ما بغيتيش دير غير هذه عندي لو كوفيسيون واحد دونك ندير اكس ماكس. اذا كميه الماده هاد لا كونتيتي دو ماتير دو سي دو بليس راه هي اكس ماكس ولكن خصني نعرف اكس ماكس شحال كتساوي وباش نعرف اكس ماكس خصني نعرف المتفاعل المحيط ولكن راه عرفتو علاش عرفتو لان هذا اونيكسي دونك هذا هو المتفاعل المحيط هذا دونك الا كان هذا متفاعل محيط كنمشيو لهاد الخانه هادي كنديرو تساوي صفر يعني هادي كنديرو تساوي صفر الا كانت هادي كتساوي صفر يعني ان اكس ماكس كيساوي السي في على جوج وبالنسبه للسي ها هي هي 0.5 وفي فيها 200 مليلتر غتقسمها على 1000 هي 0.2 وغتقسم على جوج دونك كتخرج لك 0.05. اذا الجواب ديال هاد السؤال لا كونتيتي دو ماتيغ ديال سي دو بليس راه هي اكس ماكس اللي هي 0.05. دابا المشكل هو لا ماس دارجون ديبوزي لا ماس راه هي لا كونتيتي دو ماتيغ فوا لا ماس مولير. ايوا لا كونتيتي دو ماتيغ منين غنجيبها غنجيبها من طابلو دافونسمون ها هي اريطا فينال ها شحال عندو كمية المادة هي جوج اكس ماكس وهاد جوج اكس ماكس غنضربها في لاماس مولير هاديك هي لاماس صافي نجيو هنا نديرو هادشي لي فيكم. اذا غنديرو ام كتساوي ان فوا ام ديال ار جي وهاد هاد ان راه هي جوج اكس ماكس فوا ام ديال ار جي وكنحسب جوج هاد اكس ماكس راه حسبناها هي 0.05 و ام ديال ار جي هي 108 هي هادي وغادي تحسب خرجت لي 10.8 غرام. اما بالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير دي زيون سي دو بليس اوبتوني راه ديجا جاوبنا عليها راه هي اكس ماكس واللي هي 0.05 مول وهادشي اللي كاين ونتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو ما تبخلوش علينا بلي لايك دمتم في امان الله ولا فيديو مقبل ان شاء الله.